أخبار اليوم. مرحب بيك طبعا معنا في بوابة أخبار اليوم. تقول لنا النهارده عن انطباعك عن مشاركتك في مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ12. المفروض أنا سعيد جدا لأنه بحس أنه هذا المهرجان هو جزء من تفاعلي مع السينما، لأنه فيلم الجنة الآن افتتح مهرجان دبي للدورة الثانية وأعطى الفيلم وأعطاني كمخرج دفعة كبيرة، فبضل في علاقة خاصة بينه وبين المهرجان. من وجهة نظرك أهم ما يواجه السينما العربية والسينما العالمية من أزمات بتشوفها إيه دلوقتي كمخرج سينمائي؟ أنا بنظري إنه السينما العربية عم تتجه اتجاه جيد جدا، عدد الأعمال عم بيكتر بس برضو جودة الأعمال عم تكتر. في مكان بالعالم للسينما العربية لأنه السينما الأمريكية عم تتحول تجارية بحت، ولذلك إنه السينما الإيرانية عم تأخذ مكان حيز مهم بالعالم، والعرب اللي عندهم مجال هلا يكون كمان عندهم سينما تأخذ حيز أهم مما هي موجودة هلا فيه، وعم بيصير في مواهب جديدة عم بتعطي أمل لهذا الطموح. شايف إزاي التجارب الإخراجية بالنسبة للمخرجين المصريين؟ أنا كتير سعيد بتجربة عمرو سلامة وكتير سعيد بتجربة محمد ديام، وأعتقد إنه في شباب كتير في مصر بعدهن يعني في طريق بنظري بطريق لإشي كتير مهم. محطتك الفنية القادمة؟ أنا بتمنى طبعا أعمل فيلم في مصر، مش السنة الجاية، يمكن اللي بعده. بنشكر حضرتك جدا وميرسي يا فندم. شكرا لكم.